السلام عليكم، إن شاء الله نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عندي في القناة بطبيعة الحال، ونتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل جديد. هنا كما كتشوفوا عندي قريشلات أو دي بغيوش اللي كيجيو يعني ساهلين وزوينين وكيجيو رطبين وما كيطلبوش واحد المكونات اللي هي جد صعبة، يعني اقتصاديين، جد اقتصاديين وكيجيو فريمون لذاد، ونتمنى انكم تجربوهم. غادي نبداو ان شاء الله بسم الله على بركه الله. المقادير اللي هي كالتالي، كما كتشوفوا عندي هنايا كنبدا كنسلق جوج بطاطات، كنقيهم وكنسلقهم. عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، جوج معلقات صغار ديال الخميره ديال العجينه، وساشي ديال الخميره ديال الحلوه، وساشي ديال السكر فاني، والدقيق نقدو نقولو على حساب يعني ما تجمع لنا العجينه، كيقدر يوصل حتى ما بين 900 غرام وكيلو. وهنا منسيت ما ذكرتش ثلاثه ديال البيضات. الوغ اول حاجه كنبدا بها انني كنكرازي هاد لا بوم دو تيغ، لي دو بوم دو تيغ، يعني كنكرازيهم مزيان حتى كتولي عندي ديك العجينه رطبه كما كتشوفوا على هذا الشكل. كندعكوهم بهذيك الشوكه او الفرشات، ومن بعد غادي نخدم المقادير شويه بشويه. يعني كناخذ البيض، كنزيد عليه المليحه، انا كنخدمها في يعني في الغوبو، يعني تقدروا ديروهم غير بيديكم ماشي مشكل. كنزيد السكر، كنزيد الزيت، الملحه، الحليب عفوا، كنزيد البطاطا حتى هي، وكنخلي الروبو كيخدم يعني بشويه بشويه، وانا كنزيد الدقيق على هذا الشكل. من بعد كنزيد ديك الخميره، انا عندي هذه الخميره فوريه، يعني ما كتطلبش انني نخليها تختمر يعني في الحليب كما مولفين كنديرو. كاين اللي عنده ديك الخميره المعجونه كديريها شويه في شي كويز ديال الحليب كتخليها تختمر، من بعد عاد كنخدموا بها. انا هذه كنديرها ديريكتومون في يعني في العجينه، ومن بعد كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. يعني جميع العناصر راني درتهم في العجانه، حتى الخميره ديال الحلوه، السكر فاني، جميع العناصر غير انا ما ذكرتهمش، مي راه كلشي درتو. كما كتشوفوا انا ما كنخليهاش تخمر في العجانه، كنديرها ديريكتومون، كناخذهم كويرات. ولكن النصيحه اللي كنصحكم انكم دهنوا يديكم بالزيت مزيان، كما كتشوفوا انا كندهن يدي بالزيت، دهنوا يدينا مزيان بالزيت، وكنبقى ناخذ كويره بكويره، وكنخليها تخمر يعني في البلاطو اللي غادي يدخل الفوخ، ما كنبغيش نخليها في العجانه، لان العجينه كنخليها رخوه وكتلصق شي شويه، يعني اون بات كولونت، ولكن ما تخافوش منها، يعني كتديروا غير تكون في الزيت صافي، كتبقاو تشكلوا كويرات كما كتشوفوا على هذا الشكل. وصدقوني نتمنى انكم تجربوا هاد لي بغيوش، لانهم كيجيو يعني لذاد وزوينين ورطبين، وكنخليهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم على هذا الشكل، كنخليهم يخمروا على جنب. ومن بعد ما كيخمروا كناخذ واحد البيضه كامله، يعني بالبيض والصفر، وكنضربها مزيان. كما كتشوفوا هنا راه عندي خمروا، من بعد وريتكم هنا راه عندي خمروا وضعف الحجم ديالهم كما كتشوفوا. وهذيك البيضه اللي ضربناها مزيان كنزيدوا معها واحد قطرات ديال الخل، علاش؟ باش تحيدنا ديك الزفوريه ديال البيض او الرائحه الكريهه ديال البيض. ومن بعد كندهن هادوك الكويرات مزيان كلهم
وكان ندير لهم الفوق يعني الزرارع اللي بغيتو، يعني بغيتو ديروا مثلا جنجلان او زريعه الخشخاش، البافو هو البافو، واوراق رقائق اللوز. انا هذاك الشيء اللي كان عندي حاضر درته، يعني كتبقى على حساب اللي موجود عندنا في المنزل. وهكا وكنديرهم في الفران يطيبوا على نار مهيله. نتمنى ما ديروش بحالي لانني خليتهم شي شويه تحمروا اكثر من اللازم يعني، ولكن صدقوني جاوا زوينين. وهذه يعني كاقتراح ديال نقدر نديروهم ان شاء الله في رمضان، وحنا على ابواب رمضان، يعني مع الفطور كيجيو مزيانين، نشربوا مع قهوه ونعطيوهم الدراري يفطروا بهم في الصباح. وان شاء الله الوصفه ديال هذا النهار اللي شاركتها معكم نتمنى انها تكون يعني كانت إفادة لكم ان شاء الله، ونتمنى انكم تجربوهم. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ومرحبا بالناس الجداد اللي عاد انضموا للقناة. ومع السلامة، وإلى وصفات أخرى ان شاء الله.